بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل السلام. الآن بحول الله تعالى وبركاته نقارب بعض الآيات من سورة الزمر. نبدأ بالآية 57. ينبئنا الله ويخبرنا بيوم القيامة. ويوم القيامة احنا دائما كما البارح إن شاء الله نفهم اسمنا يوم القيامة لجور دو لا ريزوركسيون. ترى أي حبيبي الأول عليك صلاتي وسلامي الذين كذبوا على الله، يعني ceux qui ont menti à l'endroit de Dieu. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة، حاجة واضحة. Leurs visages sont noircis, tellement ils sont dans les pires angoisses, et les pires paniques, et les pires terreurs. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثل المتكبرين؟ ما نعرفوها جهنم. ربي يقول هل من ثلاثة وتقول هل من مزيد. قالك نبك ربي ونبأ نبينا قبل نحن عليه السلام، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، يعني لي جون كي سون تري ميغالومانياك كوم لي سيونيست دو توت بار، اون بار عرب كرب، اون بار جويف نتينا، une part chrétienne qui est peut-être la plus pernicieuse parce qu'ils ont la propriété de la majorité des usines produisant du matériel militaire, que ce soit des avions, que ce soit des fusées, que ce soit des grenades, etc. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثل المتكبرين. هذا المتكبر le monde des orgueilleux. Sachez bien que si vous ne changez pas dans le bon sens, vous serez les hôtes éternels de l'enfer, du brasier et du feu. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثل المتكبرين. نعود إن شاء الرحمن الرحيم.